الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكون في احسن حال. اليوم ان شاء الله باذن الله نكملوا لا سيري تاع لي مونتو. بون كنا من الاول درنا المونتو مونش نورمال، من بعد درنا مونش كيمونو، ودرنا مونش تايور. اليوم ان شاء الله نديرو مونش غينو. مونش غينو اليوم البنات ان شاء الله نديرو هذا الموديل هذا. فوالا ها الموديل هذا كي تشوفوه، هاوك عندنا فيه ديكوب. راكم تشوفوا هنا البنات، هاوك فيه ديكوب هنا برينسيس، وعندو ديكوب هنا مقطع هنا منو تخرج لابوش، وفيه لامونش غيلون سي غاد كو، وفيه بوتوناج كاشي سجا القفالي من الداخل، ولامونش غيلون مفتوحه هنايا. راكم تشوفوا البنات كيفاش الموديل تاعنا تاع اليوم، هاوك يبان بيان. فوالا دوك البنات كيفاش نبداو ندو لاباس تاعنا تاع مونتو كيما اللي عطيتكم ياك توسيع تاع لاباس تاع مونتو. نبداو ندو لاباس تاع مونتو. تكون عندنا لا مونش تاعنا ثاني كنا خدمناها، باش فاش نبدا نحسب مع لو فيتمون مع لا مونش. دوك هنا واش نبدا ندير البنات، نبدا ندير لو بوتوناج تاعي. بوتوناج كاشي باني حطيت لاباس تاعي هاي تاع لو كورساج، زدت لها الطول، زدت لها الطول سيغو لا لونغور راني حابه هكذا البنات. ومن بعد هنايا ندخل لنا منا من الميليو تاعي، حنا عندنا الميليو هاو، هذا الميليو تاعنا، هذا الميليو تاع الكاباري تاعنا، راهو هنا، هاهوك هذا الميليو، هاهوك، هذا الميليو تاعنا. دونك حنا من الميليو تاعنا البنات ندخل منا زوج سنتيمتر ونخرج زوج، ندخل منا زوج ونخرج زوج، هكا البنات، هذا لي بوتوناج كاشي، حاب يقول يجي مخبي للداخل. دونك هنا نخرج منايا من لاباس تاعي، نخرج هكا زوج منا وندخل منا زوج ونطاسيها حتى لتحت هكذا البنات. صافي من الميليو تاعي اني يعني دخلت 2 سنتيمتر، هاهو دخلت منا 2 سنتيمتر هنا، نحبطها حتى لتحت حتى لا لونغور تاع المونتو تاعي درتو. لا لونغور سي واش راكو حابين نتوما البنات. ومن بعد هذوك 2 سنتيمتر اللي خرجتهم تاني كنحبطهم حتى لتحت هكا، باسكو البوتوناج كاشي تاعنا او يهبط حتى لتحت. صافي ندير هكذا ها هيك. ان شاء الله البنات لي موديل ديالكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهم، يعني تكونوا يعني سيتوهم ولا يعني طبقتوهم، وان شاء الله نزيدكم المزيد ان شاء الله. بو هنا البنات راني من المنيو تاعي دخلت زوج وخرج زوج هكا، من الرقبة تاعي هنايا نهبط 1 سنتيمتر باسكو عندنا الموديل تاعنا سي تو غاتكو، يعني مافيش كول كيما راكم تشوفو هنايا، مافيش كول سي غاتكو على الرقبة سوا سوا. هاكم تشوفو البنات هنا الموديل هاهوك. صافي دوك هنا واش ندير انا من لاباس تاعي هنا نهبط 1 سنتيمتر ونعاود نخدم الرقبة تاعي، نهبط 1 سنتيمتر هنا ونعاود نخاصي لون كولور تاعي هكدا هاهيك. ومن بعد واش ندير البنات باش نخدم لي كوتي تاعي. دونك هنا لي درت لونكولور تاعي، درت البوتوناج تاعي، نروح من لاباس البنات من لاباس تاعي من بوان سي تاع لاباس نهبط من هنايا 3 سنتيمتر، باسكو ما تنساوش حنا في كي درنا لاباس تاع لو مونتو تاعنا ياك في بوان 1 2 زدنا له 2 سنتيمتر، شغل الخط هذا تاع السطر، الخط هذا تاع السطر او ديجا حابط 2 سنتيمتر على العادي، بس كي درنا له التوسيع هبطنا له 2. صافي انا كي زدنا هبط 3 شغل راني هبطت 5 هكا البنات، باسكو لا مونش تاع المونتو تجي لارج. ومن بعد من البنات دخلت ان ايدمي باسكو شفتو المونتو تاع المونتو تاعنا ماهوش عريض او سنتخي شويه، نخرج كاع ان ايدمي هكذا، ان ايدمي نتبع كاع لا فورم ان ايدمي ونتخاصي لو كوتي تاعي هكا هكا حتى لتحت، ناخذ كاع واحد ونص، واحد ونص حتى لتحت ناخذ واحد ونص هكا، ما نعرضش لتحت باسكو من بعد راح ندير ان كوتي هكا البنات. صافي من البنات هبط 3 منا من سي سي 1 هبط 3 ومن سي 1 سي 2 خرجت 1.5 من لاطاي خرجت 1.5 كاع 1.5 حتى لتحت هكا البنات، ونعاود نتخاصي لومونشور تاعي. هنا عندي لو بوان ار تاع لاباس ار، نعاود نتخاصي لومونشور تاعي من بوان ار هكا هكذا البنات. بون قبل ما نروح للدين نكمل واش ناخذ قياس لي ناخذوهم هنا لامونش البنات، هاي لامونش هنا لامونش تاعنا، راني غنزيدها وحطيتها هنايا لامونش دو باس تاعنا. لامونش دو باس تاعنا كي تخدموها البنات
لازم تكون تخرجوها من لاباس تاع التوسيع تاع المونطو هكا البنات. الو هنا البنات هاي لاباس تاع لاموش تاع هاكا تشوفو فيها البنات هاي لاباس تاع لاموش. لاباس تاع لاموش تاعنا كيما موافين نديرو قبل ما لازم نفيريفيو لاتيت دو مونش. لاتيت دو مونش هادي هي البنات هادي راس الكم لازم نديري فيه لازم يكون عندي 3 حتى 4 سنتيمات زياده على لومونشور دوفون و لومونشور تاع لودو. لودو تاني في البنات لودو شحال داير لي كيف كيف نحبط 3 هيدا نخرج واحد دونص نعاود نخاصي لومونشور باش نحسب لومونشور تاع لودو باش نطبق بها لو ريغلون تاعي. صافي هنا تاني شغل راني حبط هكدايا هادي هاهيك في لودو البنات هبطت منا من السي هنا سي ان هبط 3 كيما الامام وخرجت واحد دونس. ومن بعد واش ندير البنات نحسب لا فالور اللي عندي من لهنا هذه كامل راكم تشوفوا البنات لا فالور هذه هذه نحسبها كامل نجمعها مع هذه نجمعها مع هذه تاع لو دوفون ومع ونزيد لها 3 حتى 4 سنتيمات يزيد نصيبها في لا تيت دو مونش هذه هاكا نزيد نصيبها هنايا. لاستو عندكم ناقص خرجوا لها منه وخرجوا لها منه هكا لاستو زياده ما يهمش حنا لي سونسيل ما تكونش ناقصه على لي 3 سنتيمات هكا البنات. دوك واش ندير هنايا نخدم هنا لون تاعي ناخذ الرقبه تاعي هذه لون كولور كما كتشوفوا هنايا لون كولور هذه نقسمها على زوج لون كولور هذه فين نقيس لون كولور فين نقيسوها نقيسوها بالسنتيمات نقيسوها مدوره هكا البنات يسوا هكذا. بون لا فالور تاع لون كولور تاعي هذه نقسمها على زوج صافي جاتني هنا وعندي لو بوائر وعندي لو بوائر كنت تشوفوا البنات هنا واش ندير هنا بون منايا من لاباس تاعي هذيا من لا الخط هذا من الخط تاعي تاع لين دو مونشو هذا نسميه او الخط هذايا نهبط منا 3 سنتيمتر نهبط 3 نسميه او علاش نهبط 3 ماشي 5 باسكو الخط هذا اللي جا هابط في لاباس فهمتوني البنات. ومن بعد واش ندير نعاود نخاصي لا بانس دو باس تاعي نعاود نجيبها هنا هكا مع دوك 3 سنتيمات اللي حبطتهم صافي تجيني هكا يعني عاود خاصيت لا بانس مع دوك 3 اللي حبطتهم. واش ندير من بعد البنات نطوي هكذا نطوي لا بانس هذيا فوق لا بانس هذي هكذا نطوي هذي فوق هذي هكذا نطوي لا بانس تاعي هكذا البنات راكم تشوفو هنا ها هي نطوي لا بانس ها هي ونجمع النقطة هذه اللي قسمتها على زوج بون هذا اللي قسمتها على زوج هذه نسميها اكس البنات وهذه نسميها اكس واحد وهذه نسميها المنتصف تاعي نسميه اكس اثنين هكا البنات. ومن بعد واش ندير نجمع اكس واحد مع الاخ هاكم تشوفوا هنايا اكس واحد نجمعو مع الاخ هكا نجمعو بلاكو بصح ما نقوصش بزاف غير شويه هكا نجمع لو بوان هذا مع هذا نجمعو هكذايا لا بانس تكون مغلوقه هكا البنات تكون مغلوقه ومن بعد نحلها لا بانس هذه هكذا راني تخاصيت هنايا لو ريغلون راكم تشوفوا البنات راني تخاصيت لو ريغلون هذا ومن بعد نفتح هذه هكا نورمال عادي ومن بعد في ترانسفورماسيون نوريكم. دوك هنا واش ندير باش نبدا نحط لو ريغلون تاعي ناخذ نقيس لا مونشور تاعي. بون البنات قبل ما نروحو لو ريغلون نخدمو مع الاخر نخدمو لا بوش تاعنا هذه اللي راهي هنا عندي كوب هذه ولا بوش ومن بعد نروحو لا مونش ريغلون هكا البنات. صافي دوك هنا البنات كيما كتشوفوا هنايا كاين لا ديكوب خانساس وكاين تقطيعه هنايا ويدخل فيها الجيب راكو تشوفوا البنات هكذا. صافي دوك هنا التقطيعه هذه كيفاش نديرها ناخذ بين لا لين دو تاي لا لين دو تاي لا لين دي اونش نقسمها على زوج بين لا لين دو تاي باغزومبل لو بوين تي هذا تي وهنا نسميه تي واحد هاد هاد المسافه هذه نقسمها على 2 ونسميها تي 2 هكا. ومن بعد نروح منها في الكوتي تاعي منين خرجت منين خرجت منها هذه لا لين دو تاي تاعي هذه هي ثاني نقسمها على 2 هذه نسميها تي 3 وهنا نسمي اش واش قسمتها على جوج نسميها اش 1 هكا البنات. ومن بعد نطراسيها بالمسطره نطراسيها بالمسطره هكذا نبدا من الطرف كامل البنات من البوتوناج ها هنا ها هيك شوفوا البنات ها هي بديتها من البوتوناج كما كتشوفوا هنايا من البوتوناج كنعمل قسمتها على 2 هكا البنات. ومن بعد واش نديرو نخدمو لا ديكوب خانساس تاعنا لا ديكوب خانساس تاعنا تبدا من الاخ الاخ تاعنا هذا ولا نديروها هي جايه شكون ديكوب بغوتال صافي هنايا من جايه بخانس من جايه من الفوق
صافي هنا البنات لا لا ديكو تاعنا جايه مع لو بوين هذا كتبوا معايا البنات جايه مع لا ديكو مع لا بانس. هنا واش ندير نتخاصي بك لا بانس تاعي نبين لا بانس تاعي هاي لا بانس دو باز ها هي نبينها بيان نتراسيها حتى لا لين دي اونش هاي البنات تخاصيها حتى لا لين دي اونش هكذا وهداك الستانجولي الموديل البنات لا تحد لا ديكوبلي راهي هكا كانت قادره تجي في المونتو قادره تجي في دون دي غوب يعني هاك على مود لا ديكوب هذيك على طاش صافي دوك هنا البنات لا ديكوب من بعد انا كنقطع قطع منها هدايا هذه هي لا ديكوب تاعي هكا البنات دوك هنا راح نخدم الجيب الجيب تاعي راه يبدا من لا ديكوب الجيب تاعي ها هوك او يبدا من لا ديكوب هنا او جاي مع لا ديكوب مع لا ديكوب فرانسيس او جاي معاها ورايح حتى لكم دونك انا نبدا من لا ديكوب تاعي منا من لا فرانس من لا بانس منا نحسب 15 سنتيمتر تاع الجيب نحبس نحسب 15 سنتيمتر هكا البنات منايا منا نحسب 15 سنتيمتر الفتحه تاع الجيب راهي تجيني هنا ها هيك البنات منا لهنا حسبت 15 هكذا من لو بوين 1 2 درت 15 سنتيمتر فتحه تاع الجيب ومن بعد ندير قاع الجيب قاع الجيب نحبس نحسب 15 سنتيمتر ونحبط لتحت هكا نحبط خط قباله 15 سنتيمتر تاع القاع الجيب هكذا نحبط من قباله هكا 15 سنتيمتر هذا قاع الجيب هكذا ومن بعد منا البنات ومن بعد منا منايا نهبط هكا 4 سنتيمتر تاع البيطانه صافي من 1 3 نحسب 4 سنتيمتر ومن 2 4 نحسب 4 سنتيمتر ومن 2 5 عندي 15 ومن 1 6 عندي 15 هكا البنات قاع الجيب صافي دوك لا ديكوب هذه كي نفدها هكا دوك نتخاصيها لكم افيك اون كولور باش تعرفوا كيفاش نفد لا ديكوب تاع لو كوتي اللي فيها الجيب دونك نبداها منا تبدا مع لا ديكوب هادي هكذا نتراسيهاكم بالفير ها هيك نتراسيها هكا البنات حتى لوين هادوك لي 4 سنتيمتر دو بارمونتور اللي حبطتهم ها هيك صافي لو كوتي هذا اللي فيه لا ديكوب نبدو هكا البنات ان شاء الله راكم تشوفوا او يبان مع لو كوتي هذا لي اونفير نفدها كاع قطعه واحده ها هي حتى لهنا هكذا مع لو مونشور تاعي مع لو مونشور هاي مع لو مونشور حتى لهنا حتى ويلحق الغيله هكذا حتى ندخل الغيله هنايا شوفوا البنات القطعه هذه نفدها هكا هي تبان هكا البنات هكذا هي تبان دونك نفدو ثاني لا لين دو تاي باش نعرفو فوالا لا لين دو تاي تاعنا الجهه الاخرى دوك نديرها لكم بالغوج اللي نفدوها من هيك نرفدوها منا مع داك لي 4 سنتيمتر لي 2 سنتيمتر خرجناهم تاع البوطوناج دخلنا زوج وخرجنا زوج هكا دخلنا زوج وخرجنا زوج هكذا صافي ها هيك بالمعلوم يشبه هنايا صافي منا هايك البنات القطعة هادي نفدها هكا اللي جاي تاع الوسط هكذا هذا سي لو ميليو نرفد لو ميليو باش نعرف من بعد وين نحط القفالي باسكو لي بوتوني القفالي يجو هنايا يجو مخبيين ناخذ هنا ثاني هكا لون كولور حتى لي ريغلون هكا هاي القباله هكذا وناخذ لو ريغلون تاعي هذا اللي قسمتو هكذا مع القطعه هادية تجي منا هكذا تعاود تهبط منا مع لابانس
صافي القطعه الزاوجه نرفدها من البنات. ها هذه القطعه الاولى وهذه قطعه الزاوجه هكذا. ولوبا تاعنا او باين لوبا تاعنا نرفدو كومبلي حتى لتحت. لوبا تاعنا نرفدو منها هاو لوبا يترفد منا هكذا. ان شاء الله باك تكون او يبان لا كولور يتبان هكذا. هذا لي بالصفر هذا لي بالصفر سي لو با هذا لو با تاع المونت تاعنا. نعاودو نفدوه كومبلي هكا قباله نفدوه قباله البنات هكذا نفدوه قباله هكا كومبلي. نفد لابانس اللي قعدت لي هذيك لابانس اللي قعدت نفدها هكذا هكذا الو البنات. هنا باني عاودت فت لكم لو باب بلو كريون روج هاوك لو باك فاش نفدو البنات نفدو لتحتاني نفدو هكا. كتبوا معايا هنايا هاوك هكذا نفد هكا لتحتاني قباله ونفد هاد لابين صغيره هكذا وناخذ الخط تاع الوسط خاطر في الخط تاع الزوز راح من بعد نسحقو ونقطعو. وعندي هنايا قاع الجيب هذا قاع الجيب اللي راهو هنايا نفدو تاني وحدو. هذا قاع الجيب اللي راهو هنا هذا نفدو وحدو خاطش هدا يتفصل بلا دوبلوغ هكا البنات. هدا يتفصل بلا دوبلوغ قاع الجيب راهو منا هاهوك الفوقانية البيطانة وهداك قاع الجيب. صافي قاع الجيب نفدو هكا البنات هكدا. هدا هو قاع الجيب لي نفدو هكا البنات. دوكا تيك واش ندير نروح نعاود نكمل تانيك لو غيكلون تاع لو دو باش من بعد نروحو لاندو. ألوغ لو دو البنات كيفاش نديرو هاهوك لو دو كيف نحطو كيما هبطنا في الأمام. نحطو كيف كيف تانيك كيما هبطنا في الأمام هبطنا من هبطنا من في لو بوان سي هبطنا تلاتة وخرجنا واحد دونص. نخرجو تانيك منا واحد دونص نتحوز حتى لتحتا ونجمع هكدايا لي كوتي تاعنا باسكو الموطو هدا ماهوش لاج راهو شوية سانتخي ماهوش سانتخي سانتخي بصح شوية عندو لا فورم تاعو ماشي لاج كيما لي موطو لي درناهم في السابق هكا البنات. صافي هنايا هنا هكا نتخاصي لو كوتي تاعي هاهوك خرجنا واحد دونص. ندير ناخذ هنا عندي لو بوين 12 تاع لاباز او هنا نروح للرقبه هذه رقبه تاع لو دو هكا نقيسها تاني بالسنتيمات كيفاش راه بالسنتيمات هكذا ونقسمها على اثنين نقسمها هكا نحسبوش عندي هنايا نقسمها على اثنين. صافي جاتني هنا ها هيك. صافي هنا من واحد اثنين هو المنتصف تاع واحد ثلاثة هكا. هنا عندي لو بوين 12 ونجمعها ليجيرمون هكا شويه بلاكو ماشي مقوصه بزاف ماشي قباله غير ابان شويه هكذا يا البنات هاهيك. صافي هنا نتخاصيك هادي لا مونش تاع لو دو. لاباس تاعي نديرها في الوسط باسكو كاين خياطه في الوسط تاع الظهر. من لاباس تاع الظهر نزيد ندخل هنا البنات 1 سنتيمتر من لاباس من لاباس تاع لو كنا حنا كنا تخمنا ثلاثة في لاباس ومن بعد زدنا واحد دوك نزيد واحد شغل مجموع كامل خمسة في لو دو. من لهنا ندخل واحد سنتيمتر مع الأول كنت داخلة ربعة كان هنا نزيد على داك ربعة نزيد واحد. صافي منا من لو تي تي أن ندخل واحد هكدايا ونعاود نتخاصيها هكدايا نتخاصيها منايا من لا لين دو مونشور ها هيك نتخاصيها منا ونعاود نجيبها مع مع الوسط تاع لودو تاعي هكا. نعاود نجيبها مع الوسط تاع لودو هادي خاطش كاين خياطة في الوسط البنات تجي هنا هكا تعاود تولي مع الوسط مع الخياطة تاع الوسط. لابيس تاعي نديرها في الوسط لابيس تاعي نديرها هنا في الوسط. صافي تجيني هنا ها هيك نهبط منا 10 لو ان دومي كيما درت في لو دوفون. هاد المسافة نقسمها على اثنين منا نقسمها على اثنين ندراسي لا ديكو باسكو في لو دو تاين كاينين ديكو. هاديك لا ديكو تروح صاير داير هكا نفتح في الامام وفي الخلف. صافي لا ديكو راهي جاتني هنا ها هي. من بعد واش ندير نتخاصي لا ديكو تاعي من فوق اللي سط الوسط تاعي هنايا نطلعو حتى الفوق هكا نطلعو حتى الغيكلو من الوسط هذاك هكذا نطلعو من الفوق حتى لتحت هكا حتى لا لين ديونش هنايا. ومن بعد نتخاصي لا ديكو تاعي هكذا شغل بغوتان نبداها منا هكذا نتخاصي هذه هكذا راكو تشوفوا البنات هكذايا نتخاصيها بلون وحده اخرى باش كي نرفدوها تجينا سهله. صافي دوك هنا هذه نتراسيها هكذا هكذا حتى
حتى لهنا باش كنرفدهم بعد نفدها حتى لهنا الحمد لله. والجهه الاخرى نبلاصيها هكا شغل ناكلو منها زيرو سنتيم كيما موالفين نديرو في ديكو ونتراسي لا ديكو تاعي تاع الجهه الاخرى نتراسيها هكا البنات ها هي هاهيك نجيبها هكذا هاي البنات راكو تشوفو هنايا نتراسيتها من الغيكلو حتى لتحتا نكملها هنايا هكذا صافي الجهه هاديك لي من هي نرفدها منا كيما بالاحمر هاهو مع لي سانتراش تاعي لي درتو هكذا هادي الجهة هكذا لا لين دو طاي تاعنا هكذا لومونشور كاين لي كنرفدها كيما نرفدها قبيلة هكذا صافي نعاود نتخاصي لومونشور من البنات ها هي نعاود نتخاصي لومونشور صافي الجهه هذه نرفدها هكا البنات ها هي الجهه الكوتي هذا نرفدو كيما متخاصي بالغوج هكا والجهه الاخرى كيما دوك متخاصي بالفير كيما متخاصي الجهه الاخرى بالفير اهو نكمل هذا لو ريغلون تاعي اهو الجهه التحتانيه تجي هنا هنا نفد في الجهه مانيش نفد في لامونش راني نفد في لو ميليو تاع لو دو يكمل مع لو سانتراج لي درت هنا ويحبس هنا هادي القطعه هادي منا ها هي البنات ناخد لا لين دو تاي هادي لا لين دو مونشور لا لين دو مونشور هادي فوالا صافي القطعه هادي هاي نرفدها هكا القطعة هادية نرفدها منا من الغاكلون حتى للرقبة الفوق حتى لهنا الجهة هادي نرفدها حتى لهنا هكايا والجهة الثانية نرفدها عادي كيما راهي منايا كيما شفت لوط كوتي تاع لي دوفون نرفدها من الخط هذا لابانسي جاية منا هاهي لابانسي قعدت لي هاذي نرفد الوسط باش نقطع من بعد باش ندير ان كودي باش يعرض شوية تحتا و لو كوتي هدايا لي جاي منايا هدايا تاع لو با هكدا حتى لتحتا ان شاء الله البنات يكون راهم مفروز و راهم مفهوم هاهوك فوالا البنات صافي دوك لو دو تاعي راني كملتو هاو هنا راه باين لو دو راكو تشوفو لو دو البنات راني القطعة التحتانية والقطعة الفوقانية هاكا البنات دوك نروحو لامونش لامونش كيما قلتلكم لازم كي تخاصيو لامونش تاعنا كي نحلوها كيما قلتلكم نحسب لافالوغ هادي كاملة حتى لهنا حتى لهنا ونزيد نحسب تاع الأمام تاني من الفوق هادي كاملة حتى لهنا ونزيد لها تلاتة حتى ربعة سنتيمتر لازم نصيبها في لا تيت دو مونش لازم نصيبها هنا في لا تيت دو مونش تاعي البنات هنايا الا صحا ناقصة نزيد لها منا ونزيد لها منا هكا تصيبو بلوس كو تخوا ما يهمش باسكو راح تروح في لا ديكوب تاع لا مونش غايبة دوك هنا واش نديرو البنات دوك نبدا نخدمو لا مونش غايبة تاعنا هنا واش نبدا نحسب نحسب من البوان سي دو لاخ نبدا نحسب من سي دو لاخ هكا نحسب شحال عندي هكدا بس المسافة لي عندي هنايا نزيد لها نص سنتيمتر ونعاود نطلعها من لامونش منا هكذا البنات يعني وصلت لي هنا هاي حسبت المسافة لي عندي منا حتى لهنا هكا البنات وعاود طلعتها من لامونش من السيت على لامونش هنا عندنا السيت على لامونش عاود طلعتها من السيت على لامونش حتى لهنا هنا ندير لو بوان او هكا البنات من بعد نحسب من الاو من الاخ من الاخ حتى لهنا هنا نديرها اكس كات نحسب واش عندي من الاخ اكس كات نعاود نطلعها في لامونش من الاخ حتى وين توصل لي انا وصلت لي لهنا البنات وصلت لهنا نسميها او واحد هكا البنات صافي القطعه الاولى
اللي هنا هذيك طلعتها منا وزوجه لحسبت منا وطلعتها منا هكا البنات. دوك نروح للخلف كيف كيف نحسب واش عندي منا هكا كيما وريت لكم البنات تحسبوا بالسنتيمات هكا واقف هاي داير نحسب المسافه اللي عندي منا حتى لهنا نزيد لها نص سنتيمات ونعاود نطلعها منا حتى لهنا صافي وصلت لي لهنا هكا كدرت الحساب وصلت لي لهنا. هذه نسميها او 2 هذه نسميها او 2. من بعد واش عندي مدوز واش عندي مدوز لو بوين 2 استغفر الله واش عندي مدوز لهنا لو بوين هذه نسميوها اكس 5 واش عندي مدوز اكس 5 نعاود نطلعها هنا صافي وصلت لي لهنا صافي هذه نسميها او 3. هذا البرينسيپ اللي قعدت في الوسط نورمال يعني ماشي حاجه اللي راح سي نورمال تقعد لكم لو فيد هذاك في الوسط. ومن بعد واش نديرو البنات نفد لاموش تاعي نفد لاموش تاعي ونروح نحطها على لو فيتمون نبدا نوريكم. الو البنات هاني لاموش هنا فتها فتها غلقت لابانس لابانس هذي اللي تكون هنا نغلقوها يعني غلقتها هنا هكذا. وهنا البنات انا زدت لها باسكو شفت في الموديل هنايا كاين شغل اون فونت هكذا تخيط اون فونت هنا ها هيك شوفوا هنا في لاموش البنات شوفوا هنا في لاموش كاين اون فونت هنايا صافي انا واش درت لها زدت لها هذيك القيمه اللي راح تدخل لداخل باش ما نديرش خيط هنا زدت لها كاع 10 سنتيمات باش نخرج من بعد لا فونت من هنايا صافي. هنا البنات واش درت من هنايا من هنا زدت 10 سنتيمات القطعه هذه تاع القطعه تاع لو دو هذه قطعه تاع لو دو وهذا الخلف هذا لو دو والقطعه الاخرى تاع الامام هذه هي وهذا سي لو دوفون هكا البنات صافي. في الامام زدت 10 ومن بعد طويت هكذا باش قطعت لي كوتي تاعي هكا البنات هايك. وهنا ثاني زدت 10 ومن بعد طويت باش قطعت لي كوتي تاعي باش ما يجيش يجبد هكا البنات. بالنسبه للارجوك تاع لو با البنات حنا كي نغلق لابانس هذه وهذه كي نغلقها ومن بعد هنا نتوما فيريفيو لو با تاع العرض واش راكو حابين تاع المونتو هكا البنات. ومن بعد واش ندير ناخذ لو دوفون تاعي هذا لي سكو نعاود نحطو مع لو دوفون هكا ناخذ القطعه هذه هنا نحطها هنا شوفوا البنات لو بوين هذاك لي سكو ها هو لو بوين او هذا لو بوين اللي درنا هنايا لو بوين او هذا هو نحطوه يجي هنا هكا البنات. و لو بوين او ان هذا او ان يجينا مع لو بوان اكس 4 راكو تشوفوا البنات شوفوا هنايا هاك تشوفوا هنايا حطيت لو بوان او مع الار والاو ان مع اكس 4 هاكا البنات. ومن بعد واش ندير نفس القطعه هذه تاع الغاجلون كيما محلوله هاكا راني فتها هنايا هاهي القطعه هذيك تاع لو غاجلون هاديا لي جايه منا لي جايه منا هاديا نخصيها لكم ب هذاك نخليو باش تعرفوا واش خدمنا صافي هذه القطعه هذه. الو البنات القطعه هذه اللي دايت لكم هنا بالاحمر هذه القطعه هذه هي هي هذه يعني فتها هنا فتها هاي نغلق لها لابانس هاي نغلق لابانس هذه هكذا سكوتيها باه نحطها مع لاموش هذه البنات خاطر هنا عندنا لو فغي غاكلون اي لي فو غاكلون هذا سي لو فغي غاكلون و لو فو غاكلون ان شاء الله ندير لكم في الحصه الماديه ان شاء الله. راني غلقت هنا يا البنات هايك كي غلقت هنا كي هنا درت لو بوان لو بوان او درتو مع ار ها هو او مع ار و لو بوان او ان درتو مع اكس 4 هكذا صافي القطعه هذه هي هذه هي هايك. دوك نقطعها ونلصقها مع لاموش. الو البنات شوفوا هاك هذه القطعه هذه اللي فتها منا وانا حنلصقها نلصقها هنا في لاموش هكذا نديرها هنا هكذا شوفوا البنات هاي لصقتها لو بوين او ان مع اكس 4 والاو مع الار هكذا البنات نلصق هذه هنا هكذا صافي لاموش دوك تولي قطعه وحده. هذا هو اللي يقولوا له لاموش غايلون فهمتوا البنات كيما قلت لكم كاين لو فغي غايلون كاين لو فو غايلون هذا سي لو فغي غايلون هكذا نلصق القطعه هذه هنا
صافي هاي لامونش تاع الغيلون تاع الامام راهي مخدومه. ها هي البنات لامونش تاع الغيلون تاع الامام هاي بهذا يدخل لداخل. ها هذه لامونش تاع الغيلون تاع الامام. دوك نروح للخلف. واش خدمت في الامام؟ نخدمت الخلف الثاني نحط لو بوين لي سيتو هنا تاع لو بوين لي راه هنا تاع لو بوين او 2 او 2 ها هك نحطو مع لو بوين 12 بريم هكا نحط لو او 2 وهذا او 2 نحطو مع 12 بريم مع لو بوين 12 بريم و لو بوين او 3 نحطو مع لو بوين اكس 5 هكذا. هاك شوفوا البنات نحط هذه هكا ها هيك هكذا ومن بعد نفذ القطعه هذه نفذها هذه ونلصقها مع لاموش. الله شوفوا البنات هنايا ها هيك هنايا القطعه هذه هي رفدتها ولصقتها مع لاموش. صافي لاموش تاع لودو ثاني كاين مخدومه ها هيك لاموش تاع لودو ثاني كاين مخدومه. هنا كيخرج لكم لي باك هنا البنات واش نديرو نحيهم توجور كما قلت لكم بلاكو. هكذا ندور هاد لي باك هادو باش ما يخليش لي باك هنايا هذه ندورها هنا بلاكو هكذا. دائما كيخرج لكم لي باك البنات نحيهم باش ما يجيناش ديفو الخياطه هكذايا. ولو باك هذايا نقطعوه ما نخليوهش هنايا باش كي نخدمو لامونش جينا بيان اجوستي. قلنا هذا سي لو فغي غيلون هكا البنات. صافي لامونش تاع لو دو ها هيك وتاع لو دوفون تاني خدمناها لامونش تاع لو دو. الو البنات كيما قلت لكم لو دوفون كيما شفناه قبيله ها هو فدناه هكا كنت تبعوا البنات ها لو دوفون شفتو ها هو شفتو هكذايا. الجهه الاخرى اللي فيها البوتوناج فدناها هكذا ها هيك هكذايا. ولو با كيف فدنا لو با ها هو لو با تاعنا كيف فدناه فدناه هكا شوفوا البنات فدناه هكذايا. احنا واش درنا شقينا هنا نشقو هنا هذاك الخط تاع الوسط هذا نشق حتى لا لين دي اونش حتى لهنا ونغلق لابانس نغلق لابانس هذه باش يخرج لي ان غودي باش يجي شويه تحت شويه ايفازي يخصني يخرج الغودي فيه هكا. ها هي البنات شقيت هنا شقيت هذا تاع الجيب شقيت هنا اهو شقيت وغلقت لابانس هكذا البنات. هذا لو با تاعها هذا صافي دير لو با هنا هاني هذا قاع الجيب قاع الجيب كي فتو رفدناه منا هكا البنات وزد درت له الدوبلاج تاعو صافي تجي بدون خياطه هنا صافي القاع الجيب هو وحتى لهنا وانا زيد دوبليتو هكا فهمتوني باسكو هذا راه يتخيط هنايا. ودوك هنا البنات فيه القطعه هادية فيه هادية واش ندير لها نزيد لها منا هكذايا نزيد لها قطعه فيها 4 سنتيمات تاع البيطانه باش ما تكونش عندنا خياطه هنايا في الاخر. شوفوا البنات القطعه التحتانيه هذه اللي رفدتها القطعه التحتانيه اللي رفدتها غلقت لها لابانس غلقت لابانس شقيت هنايا وهنا زدت لها 4 سنتيمات تاع البيرمون باش هنايا ما نديرش خياطه هنايا باش كي نخيط قاع الجيب هذا يدخل داخل هكا البنات هكذا. القطعه هذه تجي هكذا بون تخيط مع لا ديكوب تخيط مع هذه مع الاول نخيطو لا ديكوب هذه نخيطوها هكا البنات نخيطو لا ديكوب تاعنا منا هكايا. شوفوا البنات نخيطها منا من لابانس هكا حتى الفوق لا ديكوب تاعي ومن بعد هذا يدخل لداخل يجي هكا لداخل البنات كي نخيطو هكذا. هذه راهي مخيطه هنا ان شاء الله راكم تشوفوا البنات من الخيوطه هذيا باش تشوفوا البنات. صافي البنات هنا هادي تخيط مع هاد هادي تخيط هكا لا ديكوب تاعنا تخيط هكا شوفوا البنات نخيطوها كيما راه نخيطو لا ديكوب تاعنا ومن بعد واش ندير نحط هادي هكا مع هذا نخيط حتى لهنا ومن بعد نزيد نخيط من هنا لهنا والداخل واش عندي عندي هادي تاع البارمو بيطانه لي الداخل بيطانه لي الداخل واش يصح فيها فيها لا دوبلو تاعنا اللي فدناها تاع قاع الجيب هاهي هاي قاع الجيب البنات هذا هو راح يتخيط هذا يتخيط هنا تخيط هنا والقطعة هذه تخيط هنا وهم ينقلب يولي هكا تولي هكذا البنات ها هوك هايدا يولي هذا هو الباترون تاعنا تاع الأمام وهذا اللي فوقاني ها هوك تيتخيط يولي هكا البنات ها هوك كتشوفوا
هنا عندنا فتحه تاع الجيب لي فازي تحتها والبوتوناج كاشي ها. ومن بعد عندنا لودو تاعنا، لودو تاعنا ثاني نديرو نفس العمليه، فدنا لو دوفون تاعنا ها هو، فدنا لو با، لو با تاع لودو فدناه. شوفوا البنات شقيت السل هنا ونغلق لابانس، هذا لودو رفدتو نغلق لابانس هكذا ونشق باش يعطيني تحتها ان كودي باش تجي شويه ايفازي تحتها، باسكو في لي كوتي ما خرجناش باسكو ماهوش عريض بزاف هكذا البنات. ها هو لو با دو دو، هذا لو با دو دو ها هو. عندنا لو كوتي تاعنا تاع لو دو كاين التقطيعه هنا، وعندنا هذا لو ميليو تاع لو دو تاعنا، هذا يتخيط هكا هاكو تشوفوا البنات هكا ها هيك. عندنا لا مونش بيان سور لي فدناها ها هي هنا ثاني لا مونش تاعنا ها هي البنات، ها هو الباترون كومبلي، ها هو الباترون كومبلي هنا هكذا. عندنا قدا لو دوفون ها هو، عندنا لا مونش تاع لو دو راهي منا، لا مونش تاع لو دوفون ها هي، هادي لا مونش تاعك شحال تخيط، هادي لا مونش تخيط هكا، تخيط لا مونش تخيط هكذا، الكتف مع الكتف هكذا، حتى لهنا، نقلبو بيان سور لا فونت هادي كنا خيطناها هكذا، كنا خيطناها على الوجه منا، نخيطوها على الوجه من بعد نقلبوها، هاهي لا فونت تاعنا، الجهة لخرى تاني كيف كيف. باش كي نخيطو لامونش هنايا، كي نخيط لامونش تحبس ليه هنا، تقعد ليه هديك لافونت هنايا البنات، وهنا مخيطة نورمال، دونك هادي لامونش تاع لو دوفون، هادي لامونش تاع لو دو. وعندنا لابامونتيغ، لابامونتيغ فدناها من الفوق للتحت، لابامونتيغ فدناها من ألوغ البنات لابامونتيغ كي نرفدها نرفدها من الفوق حتى لتحتها، لابامونتيغ ندخل منها خمسة، ندخل منها خمسة هكدا، ونعاود نولي مع لو ميليو تاعي ومع لافانس، كيما راكم تشوفوها هنايا هاهي. ندير هذوك الكريم فير باش تراكم شوفوا البنات، هاي لا بامونتور دخلت منها خمسة وصلت لي هنا، ونجيبها هكا وتكمل لي حتى تحتها هكا، مفيهاش تقطيع على البنات، ها لا بامونتور تجي طويلة، هاهي تجي طويلة، تجي كومبلي لا بامونتور، صافي لا بامونتور هادي هنا، هاي هنا لا بامونتور من بعد تجي هنا فين نخيطو البنات، فين نخيطو هادوما لي كوتي تاعنا هنا ونخيطو لو دوفون، من بعد واش نديرو؟ هيدا بوتوناج كاشي واش باش يجي البنات، كي نحط لا بامونتور هنايا بين لا بامونتور ولا دوبلور، ندير بين لا بامونتور و لو فيتمون نبلاسي اون دوبلور، هنايا نبلاسي اون دوبلور باش تجي بوتوناج كاشي على الانتيريور هكا البنات، صافي هنا في وسطها كي يكون خيط نحكم لا دوبلور تاعي ندير فيها واحد 14 سنتيمتر، نخيط 14 سنتيمتر العود تاعها نخيطها منا ونخيطها مع لا بامونتور لهنايا، باسكو كي نحط لا بامونتور تاعي نحطها البنات هكذا، نحط لابامونتيغ هكذايا في وسطها كاين لا دوبلوغ، كي نقلب تقعد لا دوبلوغ هي تدخل في وسطهم، هذا هو لو بوتوناج كاشي، إن شاء الله البنات هذه زدناها لا بيس تاعها تاع بوتوناج كاشي، ولي تعرف تخدمها تخدمها، فوالا صافي دوك هنا لابامونتيغ تجينا هكا من الفوق لتحت، هاهي البنات لابامونتيغ كيفاش تجي من الفوق حتى لتحت، لا مونش تاعنا كيما قلتكم تاع لو دوفون هاهي كتخيط. هنا تولي هكا في الدوفون تاعنا ها هو هنا، هادي تخيط لا مونش تاعنا من بعد كي تخيط تجي هنا ها هنا، دونك هنا عندنا الكورساج تاعنا لا مونش تجي هنا هكا تجي البنات هاك، خيط هكا وهذا يدور مع لا مونش بيان سور هكا البنات ها هي. ولو دو كيف كيف لو دو لا مونش تاعنا تتخيط تتخيط مع لا مونشور تاعنا هكذا، هذا سي لو كوتي تاعنا تخيط هنا وتكمل مع لا ديكوب تاع لو دو تاعنا مع لو ميليو تاعنا، ها هو ميليو تاع لو دو هكذا. ان شاء الله البنات نوريكم الموديل ودرس المادي ان شاء الله، ندير لكم لو فو ريغلون، لو فو ريغلون يعني نقدر نتخاسيو به لي مونطولا، نتخاسيو به جبال، نتخاسيو به دي بول، يعني سي لو إلي فاسيل يعني ماهوش مفيش خدمة بزاف كيما هادي، يتخدم سوغ لا باز دون كيمونو و ميم طون ديرو التقطيعة تاع الغيكلون، صافي ولودو البنات تاع لامونش تاع لودو تحط تخيط هنا هكايلا، هنا تخيط بهاد القطعة حتى لبوان دو سبري وتكمل هكذا، فوالا البنات إن شاء الله تكونو فهمتو الموديل هذا، و يعني ماهوش كومبليكي بزاف، يعني كي تبعو إيتاب باي إيتاب إن شاء الله ديروه، و إن شاء الله بروشان فيديو كيما قلتلكم نديرو لو فو غيكلون بإذن الله.
وما تنساوناش بيان سيو با ديروا بارطاج وديروا جيم وديروا ابوني باش تحقوا لي فيديو تاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.